قصة اليوم مختلفة عن كل القصص اللي نشرتها قبل واللي راح انشرها همينة، وهاي القصة موجهة بالدرجة الأولى للعوائل اللي عندهم أولاد أو اللي مقبلين على أولاد. القصة كلش مهم وضروري إنه تسمعوها للآخر، تستفادون من عدها وتركزون بيها، لأنه تحكي على موضوع جدا خطير وجدا منتشر هالأيام وإحنا غافلين عنه بشكل مو طبيعي. فأتمنى من عندكم رجاءا كملوا الفيديو للأخير، خلوا لايك وتعليق على هذا الفيديو على مود يصعد ويوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وإذا تعرفون أحد عنده عائلة أو عنده أطفال دزوا له هذا الفيديو همينة حتى يستفاد من عنده. اسمي محمد وعمري 35 سنة، ورجعكم لي ورا أيام الجامعة. أول ما بلشت الدوام تعرفت على زوجتي أسماء، صار ويانا حرفيا حب من أول نظرة، حبينا بعض المرحلة الأولى وعشنا أحلى قصة حب اثنيناتنا سوية حد ما تخرجنا وتزوجنا. أسماء كانت حرفيا هي الزوجة المثالية بالنسبة إلي، كانت وياي بكل الأوقات، تفرح الفرحي تحزن الحزني، دائما كانت تساعدني تدور على شغل وياي، كانت مو بس تشاركني الأفكار لا تبني الأفكار وياي. قد ما أقدر أوصف لكم العلاقة الحلوة، قصة الحب والزواج الرائعة اللي عشناها ما راح توصل لكم الفكرة الكافية. انتهت قصة الحب بيناتنا بزواج زي ما قلت لكم، حصلت عقد عمل خارج العراق وطلعنا للخارج استقرينا، وهناك كملت هاي عائلة سعيدة بأنه جانا ولد سميناه آدم. الشعور اللي أريد أوصف لكم إياه من ينولد الطفل أول ما يجي للدنيا وتشيله بإيدك هيجي، وشلون إنه تكبر بإذنه وهاي قطعة اللحم هيجي بهالحجم هذا أنت شايلها، وكأنما هيجي جوزة الرفع، ويتفعل عندك الإحساس بالمسؤولية، وبأجزاء من الثانية كأنما قاعد على حاسبة وتصمم مستقبل كامل لهذا الطفل. تتخيل شلون راح يكبر، أول خطوة إليه، أول كلمة راح يقولها، راح يبدأ يأكل، يدخل بالروضة، بالمدرسة، بالجامعة، خطوبته، عرسه، زواجه، كل هاي الأفكار وكل هاي السنين راح تبنيها بلحظات، وتتولد هيجي فطاة قد حب بيناتكم انت ودت باوع عليا. ما اعرف يعني شلون انه اوصف لكم هذا الشعور الجميل الرائع اللي صاير عنده اطفال، حاضر هيك موقف يعرف عن اجداء اسولف ويعرف شنو الشعور اللي يوصله. كمان هاي الحياة الاسرية المثالية جدا، حياة المثالية اللي احنا كنا عايشيها، يعني اوصف لكم المثالية اللي احنا كنا بيها، اخلص دوام اني اطب للبيت، نلعب نشاقة، نضحك، احضن زوجتي، العب ويا ادم، ندخل للمطبخ سوية كليتنا نسوي اكل، اسماء تطبخ، اني مثلا اغسل المواعي، بهالمستوى احنا كنا عايشين سويا. حد ما اجى يوم من الايام وكبر ادم ودخل بالروضه. طبعا من دخل الروضه كان فيلم رعب بالنسبه لنا، يعني كلش خفنا وتوترنا، انه الفكره انه تاخذ ابنك اللي انت 4-5 سنين هو مرافق لك، تذبه بمكان، يعني تذبه بالروضه وتقول له باي باي وتعوفه وتروح. ظلينا اثنيناتنا اني واسماء خايفين ومتوترين وقلقانين، ها اخاف يضربوه، اخاف يوقع، أخاف يبكي، أخاف يجوع، أخاف أخاف أخاف، والخوف كتلنا لمجرد فكرة أنه هو رايح للروضة. بيوم عيد ميلاد الخامس إجا علي وقال لي بابا أريد من عندك هدية. ده شنو شو تريد؟ قال لي أريد بلاي ستيشن. ليش شو يسوي بالبلاي ستيشن؟ جاب ببالك؟ قال مو صديقي بالروضة أبوه بعيد ميلاده جاب له بلاي ستيشن. قلت له هذا صاحبك، إذا قال الأبو أريد طيارة، يعني طيارة حقيقية، وأبوه اشترى لي إياها، يعني لازم أنا أجيب لك طيارة؟ كان يقول لي إيه لازم، أنت أبويا وأنت تقدر تسوي كل شيء. قلت له والله العظيم على هالحكاية مو طيارة، طيارات أجيب لك، انت بس قول، بس امر شنو اللي تريد الدنيا كلها اجيب لك اياها. استمرينا على هاي الحياة السعيدة والمثالية واللطيفة اللي كنا عايشيها، لحد ما اجى هذا اليوم الاسود اللي صدفت انه اني بهذا اليوم كنت ماخذ اجازة من الشغل. وقت طلعت ادم من الروضة رحت اني جبته دا ارجع على البيت، الروضة قريبة على البيت، يعني مو ذيك المسافة البعيدة، اتمشاله اللي هناك اجيبه وارجع. وبالطريق شفته وقعدنا نسولف، ما راح انسى ابد ولا حرف من النقاش اللي دار بيناتنا والكلام اللي صار من دخل جبته من الروضة لحد ما دخلنا للبيت. قعد يسولف لي، لعبت ويا فلان، سويت فلان، ضحكنا على فلان، لعبنا طوبة، غنينا فلان أغنية، أكلنا هيجي، طريق كله أنا وياه نسولف لحد ما دخلنا للبيت. وكعادة أي طفل يعني الغداء كان جاهز بس هو ما راد يتغدى، راح رأسا شيت على الشبس والحلويات وقام ياكل وبيبسي ومدري شنو. وإجى علي كان يقول لي بابا أريد أطلع ويا أصدقائي بالحديقة ألعب. طبعا احنا قاعدين بشقق سكنيه، مجمع سكني، وقدام الشقق اكو حديقه مال الالعاب يلعبون بها الجهال، بها ملاعب ومراجيح وهالسوالف يعني، وهي مطلة على الشقق، يعني كليتنا احنا اللي بالشقق خلينا نقول بالبالكون، من واحد يطلع يقدر يشوفهم ويشوف شنو اللي يسووه، من اللي موجود ومن اللي ما موجود. واحنا علاقتنا ويا الجوارين كانت جدا ممتازه، وكلهم يعرفونا، ويعني احنا فقره وحبابين وعلاقتنا بهم حلوه همينه، واكثرهم عندهم اطفال، يعني اللي اطفالهم بالروضه ويا ابني ادم همينه صارت عندنا علاقه بهم. فقلت
يلا امشي خلي اوديك، كان يقول لي لا بابا ايش توديني انا رجال اروح وحدي وما ادري شنو، قلت يلا روح انت سبع وقدها. وداباو علي اني يعني نزل من العماره وداباو علي شلون راح للحديقه متفق ويا اني ساعه ويرجع. ومن هنا ادم راح وبعد ما رجع نهائيا. مرت نص ساعة وساعة ساعة ونص على موعد رجعة آدم، وآدم ماكو. وعيت من الشباك على الحديقة ماكو أي أحد جوا. نزلت جوا دا أدور عليه أشوفه وين. دقيت الباب على الجوارين مويم أي أحد. دقيت الباب على جوارين الثاني وسألتهم إذا آدم يمهم. طلع لي ابنهم الصغير اللي هو أمنا كان يلعب وياه، قال لي عمو قبل ساعة إحنا خلصنا وآدم رجع للشقة. شلت التليفون دقيت على أسماء زوجتي قلت لها ها رجع، كانت تقولي لا ما رجع ماكو أي أحد. شنو اللي صار شنو القصة إحنا ما نعرف. في لحظة من الزمن يعني بخمس عشر دقائق انتشر الخبر انه آدم ما موجود، وكليتنا قعدنا ندور عليه. رحت للأسواق اللي قريبة يم البيت، مشيت نزلت بالشارع يمنى يسرى أخاف رايح لفلان مكان. الجوارين العمارة كليتها قعدتهم قعدت أدقدق عليهم باب يعني أخاف رايح بيت أحد يلعب ويا ابن أحد. قلت لكم علاقتنا احنا ويا جوارين كلش ممتازة وحلوة. أخشي دقيت الباب على جوارين بنفس الطابق اللي احنا قاعدين بيه، اسمه بيتر. بيتر مهندس حاسبات IT. اوصف لكم شكله مثل هذول اللي بالافلام شيء اصلع ومناظر وتحس يعني من تشوفه تحس انه هذا مخبل مال حاسبه يعني. فسالته قلت له ادم فات يمك اجي يمك، كان يقول لي لا بس شفته اني قبل شويه بالحديقه دي يلعب. شفته من طاب هاي، قال لي لا ما بس مجرد انه انا شفت قاعد اشتغل وشفته من الشباك انه هو قاعد يلعب بالحديقه ويا الجهاز. التوتر وصل الى فد مرحله كلش كبيره عندنا، واسماء انهارت وقامت تبكي. طفل ما موجود، ماكو اي احد عنده خبر بالموضوع. صلت بالشرطة، جو الشرطة، الكل قام يدور على آدم. أحكي لكم من الفترة اللي كان آدم المفروض يجي بيها للبيت للمغربية، إحنا الكل مشغولة إنه تدور على آدم. من إجا المغرب بدأت الدنيا تظلم شوية، انهارينا كلش. يعني هيجي توقيت أو هيجي وضع هيجي جو وابني ما موجود أو ما أعرف بيه وينه، شعور ما أعرف شلون أوصف لكم إياه أو شلون أوصل لكم إياه. صارت الدنيا ليل وانهارينا بعد، قمنا نبكي وما نعرف شنو اللي نسوي. لا الشرطة جابت لنا خبر، لا الجوارين، ابنه ما موجود. انتهى اليوم الأول وابنه ماكو. أكيد ما يحتاج أقول لكم إنه ما شفنا طعم النوم بهذا اليوم، من أنا أسماء تبكي وأنا أصبرها، من أنا أبكي وأسماء أصبرني. ما نعرف ابنه وين، شنو اللي صاير وياه، جوعان، عطشان، متأذي، واقع بمكان أحد ماخذه. فكرة إنه ممكن يكون ببيت أحد دا يلعب أو رايح ببيت صاحبه بعد انتهت الليلة كاملة وابنه ما موجود. ابنه صغير بالعمر، مو ذاك مثلا اللي عمره فد 10-12 سنة نقدر نقول انه راح ببيت صديقه يبات وما انطانا خبر او هيك شيء. طفل صغير بعده يعني. اصعب اللحظات كانت هي لحظات المغربية، كل ما الدنيا تغرب فكرة انه ادم مو بالبيت او اصلا احنا ما ندري بي وينه كانت تخلينا ننهار حرفيا. مهما يكون اوكي هسه هو ابننا ضايع وما ندري بي وينه، مهما يكون الموضوع صعب بس بالنهار الوضع شوية اهون مو مثل ما بالليل. ظلينا على هاي الحالة لمدة شهرين ونص. احنا حياتنا عبارة عن ندور على آدم، وبالنا كل يوم آدم. حالتنا النفسية تدهورت وتدمرت، حرفيا فقدنا الأمل إحنا إنه نلقى آدم، بس بعدنا ندور عليه. لحد ما بعد شهرين ونص ندقت الباب من الشرطة، اثنين شرطة وياهم شرطية مدنية. دخلوا قالوا لنا استريحوا نريد نحكي وياكم. أول ما قعدنا كانت تقول لي البقية بحياتك بابنك آدم. لقوا جثة آدم بعد شهرين ونص مدفونة بغابة قريبة على البيت. ما أقدر أوصف لكم الإحساس اللي حسيناه باللحظة اللي الشرطة خبرونا بهذا الخبر. الانهيار والبكي، يعني حسينا حرفيا انه احنا قاعد نبكي دم ابننا الوحيد مقتول ومدفون. الاشخاص الوحيدين اللي راح يعرفون الاحساس هذا اللي انا حسيته هم الناس او الاهل اللي انفقد عندهم ابن، مو مهم باي طريقه، سواء بحادث او مرض او الى اخره. هم ذول الناس الوحيدين اللي راح يحسون بقساوه هذا الموقف واحساسه. همينة ابني ادم مو بس انخطف وانما تعرض للاغتصاب. همينة انخطف، تم اغتصابه، بعدين انقتل واندفن. وبعد 6 من التحقيقات الجنائية والشرطة وروح وجيب ودوخة راس ما أريد أسولفه وما أريد أحكي بيها، من لزم القاتل اللي قتل ابني آدم هو جواريني بيتر مهندس الحاسبات. بيتر خطف ابني واغتصبه لمدة أيام وبالأخير قتله ودفنه بالغابة. بيوم محاكمة بيتر أنا باوعت على القاضي وعلى الادعاء العام وعلى كل اللي موجودين، قلت لهم هاي محكمتكم أنا ما أعترف بيها، مو مهم عندي إيش قد راح تحكمه شنو اللي راح يصير. خلي في بالك يوم اللي تطلع من السجن، لحظة اللي تطلع من السجن
راح نتحاسب بيها أنا وياك، حساب ابني آدم أني وياك نصفي. قاضي هنا قال لي اسكت وما يصير أنت تحكي هيك حكي، وهذا قانون وقضاء وما أدري شنو. لا تريد تحبسني، تريد تذبني بالسجن، تريد تطردني برا، شو تريد تسوي سوي، تريد تطلع براءة ولا يهمني. هذا الشخص يوم اللي يطلع من السجن أنا أتحاسب وياه وأني أقاضي. طبعا هو انحكم مؤبد. لهذا أنا بداية الفيديو قلت لكم إنه اهتموا وانتبهوا على أطفالكم. طول عمري أنا كنت حريص أنه أكون ويا ابني آدم ودائما أراقبه وعيني عليه، والمرة الوحيدة اللي غفلت بيها عن آدم صار هذا الموقف وياه. من بين كل الأفكار السوداوية اللي تجيني والقهر اللي عشناه والعائلة اللي تدمرت نهائيا اللي ما قدرت لحد هاي اللحظة تتجاوز هاي المأساة اللي احنا عشناها، مجرد التفكير أنه ابني آدم ظل أيام جوعان، انضرب، تأذى، الخوف اللي عاشه. تخيل ابني أنه كان ممكن خلال هاي الفترة يصيح باسمي، يصيح باسم أمه، يريد واحد من عندنا يجي يساعده يطلعه وإحنا مو يمه. هي المرة الوحيدة اللي أنا غلطت بيها، هاي الغلطة اللي كلفتني حياة عائلة كاملة. أنا أتعجب على أي إنسان شلون يقدر يصرف بهذا الشكل ويقدر ويهيج يروح بريئة يتصرف هيجي تصرف ويقتلها ويدفنها بعدين. أترجاكم اهتموا بأولادكم، راقبوهم كل الزين، وانتبهوا على أولادكم من أقرب الناس إلكم قبل الغرباء. هذا اللي يجي يحضن ابنك ويبوسه تعال وحبيبي ومدري شنو، خلي عينك عليه، انتبه على ابنك، وانت هذا واجبك امام ابنك وامام الله سبحانه وتعالى انه انت تحميه وتنتبه عليه من كل الظروف. ركزوا على اولادكم، اهتموا بيهم، والله يحفظكم ويستركم من كل شر ومن كل مكروه. اتمنى تكونون استفاديتوا من قصة محمد، قصة يعني تعبت جدا بتصويرها بشكل مو طبيعي، هواي مقاطع وقفت بيها يعني ما قد يعني مجرد انه اني دا اتخيل هول هذا الموضوع سبب لي صدمة كلش قوية، يعني خصوصا انه اني صاحب اطفال وهمين عايش بالخارج. يعني اتمنى انه ربي يحفظكم، عجبتكم القصة واستفاديتوا من عدها، ومثل ما قلت لكم خلوا لايك وتعليق لهذا الفيديو وسووا له مشاركة حتى يوصل أكبر عدد ممكن من الناس. وفي أمان الله أشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.